يقول سماحة الشيخ كيف تكون زكاة محلات بيع الملابس الجاهزة حيث تدخل بضاعة جديدة في كل شهر تقريبا؟ العبرة برأس المال، أما السلع هذه تأتي وتذهب، تباع وتشترى، العبرة برأس المال. إذا حال الحول على رأس المال الذي يتاجر به ويبيع ويشتري به فإنه يجرد ما عنده من السلع لو ما اشتراها إلا من ساعة أو ساعتين، يجردها ويحصيها ويثمن كل واحدة منها ويجمل التثمينات ثم يخرج ربع العشر، هذا في السلع. والنقود إذا كان عنده نقود يخرج ربع العشر منها. نعم.